اتكلمت الكلام ده من سنتين ونص، وفي ودلوقتي استبنت لكم الكلام اللي انا قلته اللي انا شفته في الرؤيات من 8 سنين. البلد وقعت، البلد هتحتل، وفي زلزال قرب. ما ينفعش الشعب، يعني في ايه؟ في ايه كل اللي حاصل دوت؟ الشيخ مرسي انا بوجه له رساله يا شيخ مرسي، عشان البلد تقف على حيلها وعشان البلد تهدى، وانت بتقول ان انت عايز البلد تشتغل ويبقى في اقتصاد، يبقى خرج الناس دي من السجون، ما تحاكمش ناس بريئه ما عملوش حاجه. وبعدين الامن لازم يطلع التقرير. طب حضرتك شايفه ان الشعب ممكن يهدى لو مبارك خرج من السجن؟ يا ستي الدنيا كلها تهدى علشان الرئيس مبارك مولود بنفحه فيه من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. انتوا مش عايزين تقتنعوا ليه؟ انتوا بقالكم 3 سنين بتتكلموا في السياسه، في تقدم، البلد وقعت، احنا عايزين نتكلم بقى بحق الله. اهل الله اللي شافوا رؤيات، واحد شاف رؤيه يقولها زي ما سيدنا رسول الله امرنا صلى الله عليه وسلم. فما ينفعش الناس اللي في السجون اللي ارتكبوا الجرائم يقدموهم للمحاكمات ويخرجوا الناس اللي هي محبوسه ظلم، لان ربنا لما يكون ارض فيها ظلم بينزل بلاء من عنده. فما ينفعش. طب لو مبارك ما خدش براءه وما طلعش خلاص انتوا حرين.